الانتخابات في تركيا، يمكن البعض يتخوف حتى من تكرار المؤامرة التي تحدث الآن في السودان داخل الدولة التركية، خاصة وأنها تشهد منافسة انتخابية قوية بعض الشيء في هذه الأيام. فبماذا تعلق على هذا الأمر؟ هل من الممكن أن تشهد تركيا مؤامرة أيضا على غرار ما يحدث في السودان؟ الحقيقة أعتقد أن الشعب التركي يعني بسبب وقوفه أمام الانقلاب العسكري أثبت وعيه بشكل كبير جدا، وحتى المعارضة التركية للرئيس أردوغان رفضت حتى الانقلاب عليه. فأعتقد أن وعي الشعب التركي ووعي حتى المعارضة التركية سيحمي تركيا إن شاء الله من أي مؤامرة خارجية تستهدف أمنه في هذه الانتخابات يعني. طب هم يتحدثون عن تدخلات أجنبية وعن دعم خارجي من قبل يعني القوى التي توصف بأنها استعمارية للمرشح بالنسبة للمعارضة التركية أمام رئيس تركي رجب طيب أردوغان، وهو حتى ما جعل رئيس أردوغان يخرج في تصريحات إعلامية ويتوعد هؤلاء بالهزيمة الساحقة في الانتخابات المقبلة. كيف تتابع هذا الأمر؟ والحقيقة جزء من انتخابات ديمقراطية بيستغل فيه كل طرف أي معلومة ممكن تكون وصلت عن وجود أطراف بتدعم طرف على حساب طرف، لكن بالتأكيد أن هناك أطراف لا تريد الرئيس أردوغان في السلطة لأنها لا تريد أن ترى تركيا دولة قوية، دولة مستقلة بتصنع حامل الطائرات، بتصنع دبابات، بتصنع طائرات بدون طيار. فبالتأكيد هناك أطراف لا تريد يعني بقاء الرئيس أردوغان في السلطة.